أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل. مساك الله بالخير أبو غازي. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله، وأنا سعيد دائما تواجدي معك خلال هذا البرنامج. إيش رأيك بدوما ودائما؟ إن شاء الله يعني دوم ودائم معك. الله كريم إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله. أنا شو عندك صحيفة الغبس؟ والله إحنا نبي نتكلم عن يعني فترة جميلة يعني الدوري الكويتي، وهي طبعا الفترة الذهبية هذه للنادي العربي 1984، يعني فترة الثمانينات العربي معروف يعني حق العرباوية. نعم، فهذه طبعا صحيفة الغبس أبو فهد يوم الثلاثاء 28 أغسطس عام 1984، كأس سمو الأمير الكويت أخرج العربي بالأربعة، حمد احنا العربي بعد النتيجة صحيح هذه، والتضامن أبعده القادسية 2-1. هذه طبعا صور من اللقاء. طبعا هذا كاس الأمير سنة 1984، واللي قدر يحصد اللقب هذا اللي هو نادي كاظمة بعد فوزه وتغلبه على نادي التضامن. أبو غازي يقول إن التضامن أبعد القادسية 2-1، وبعدها أبعد الكويت بهدف جميل أحرزه الكابتن. نعم. فتحي كمير. نعم طبعا لعب فريق كرة القدم نادي الكويت الرياضي إحدى أفضل مبارياته في السنوات الخمس الماضية، وفاز على العربي بطل الدوري العام الموسم الرياضي 83-84 بأربعة أهداف نظيفة. مفاجأة الحقيقة، يعني نتيجة صحيح. ثقيلة على العربي، مو مفاجأة فوز الكويت، الكويت فريق كبير، لكن يعني بالنتيجة هذه يعني صحيح. وأخرج البطل من بطولة كأس صاحب السمو أمير البلاد الموسم نفسه، وكانت نتيجة الشوط الأول 2-0. ما شاء الله عليك تصالح صلاح الحساب فريق الكويت إبراهيم. وفي المسابقة ذاتها حول التضامن خسارته في الشوط الأول 0-1 إلى فوز 2-1 على القادسية في المباراة الثانية التي جرت يوم أمس، وبذلك تقابل الكويت والتضامن في 5:30 مساء الخميس المقبل بالدور قبل النهائي لمسابقة كأس أمير البلاد لكرة القدم، والفائز منهما يلعب المباراة النهائية للبطولة. شوف أبو غازي، أنا أبين لك حدة المنافسة في تلك الفترة، حتى السادة المشاهدين لازم يكون عندهم فكرة أو خبر. نادي مثل نعم. نادي التضامن استطاع إبعاد نادي القادسية بنجومه وجماهيره من مسابقة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأيضا بعدها استطاع أن يخرج نادي الكويت، اللي استطاع نادي الكويت أن يفوز على بطل الدوري العام اللي هو النادي العربي نتيجة 4-0 لأحرزهم اللي هو صلاح العساوي ومحمد إبراهيم وخالد شريدة وجمال ذياب الكابتن جمال ذياب. طبعا أنت تتكلم عن أجواء في تلك الفترة وأجواء المنافسة في تلك الفترة. النادي العربي طلع لدور الثمانية على طول بصفته بطل الدوري، زين، وأيضا كان وقتها بطل كأس الأمير، يعني هو ماخذ الدوري وكأس الأمير ومجلس التعاون موسم اللي طاف، فكان يعني متزعم الكرة الكويتية بشكل عام، لكنه خسر من نادي الكويت. نادي الكويت اللي كان في وقتها كلهم لاعبين صغار بقيادة المدرب جون كاترايت، وتحت قيادة المحنك والمخضرم الكابتن عبد العزيز العنبري استطاع نادي الكويت يعني ما نقول لقن العربي درس في فنون كرة القدم، لكن نقول انه قدر يتسيد المباراة اللي قيمت على استاد نادي كاظمة سنة 84، كانت من اجمل المباريات، واعتقد ان الكويتاوية ما راح ينسونها. ايضا الموسم اللي بعده نادي الكويت استطاع اخراج العربي بنتيجة 2-0، تذكر قول عبد العزيز العنبري على الطاير وهدف خالد الشريدة من فوق سمير سعيد. فهذا يبين لك حدة المنافسة أبو فهد، يعني حتى نادي الكويت حقيقة فعلا يعني كسب مجموعة جديدة، يعني خالد شريدة، عامر العامر في تلك الفترة، هذا الشيء الجميل يا أبو غازي، جمال ذياب، أبو غازي، صار راشد الحساوي، وعبد السلام، وأحمد عبد السلام. بس أحمد عبد السلام لعب الموسم اللي وراء، يعني أنا أقصد هالفترة اللي هي يعني صحيح منتصف الثمانينات. هذا يبين لك يعني حتى بعد خروج سعد الحوطي يعني اعتزاله وأحمد طرابلسي، هذا لعمدة نادي الكويت صحيح أفضل حارس وأفضل يعني صحيح. وسط يعني على مستوى الكويت. هذا يبين لك إن سياسة التفريغ في نادي الكويت سياسة يعني محنكة. الفريق كانت له استراتيجية، أو النادي بشكل عام له استراتيجية كبيرة في تفريغ اللاعبين ويعني مواكبة النجوم. ما تلاحظ، يمكن تشوف له موسم يهبط مستوى لكن يرجع الموسم اللي بعده. أبو غازي نطلع فاصل وبعدين نكمل جريدة القبس وكأس الأمير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير وراجعين لكم إن شاء الله.
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وتكملة موسم 84 اللي هو كأس الأمير والصحيفة اللي عند يعني ذاك الوقت بفهد نادي الكويت يعني عندك عبد العزيز عنبري منتخب، خالد الشريدة منتخب، عامر العامر منتخب، صلاح الحسابي منتخب، صلاح عادل حسن. عباس منتخب، يعني عندك صحيح. أكثر من تقريبا 6 لاعبين صحيح، يعني أكثر من نصف فريق نادي صحيح. الكويت صحيح. يلعبون في المنتخب صحيح. فهذا يثبت فعلا أن نادي الكويت يعني في تلك الفترة أسس جيل ثاني استطاع أن ينافس على 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 البطولات. احنا طبعا عشان ما ياخذنا الوقت نقرا الخبر، طبعا الكويت يقدم أفضل عروضه منذ سنوات ويدك مرمى العربي بأربع أهداف ملعوبة. تاه الأخضر في الملعب وخرج من الكأس بأقصى هزيمة من أول مباراة. هذا يأكد كلامك طبعا من أول مباراة، هذه صور من المباراة، هذا الخبر فوق أبو فهد. طبعا طبعا يأكد كلامك أنهم تأهلوا على طول إلى دور ثمانية. طبعا تكلم عن مجريات هذه المباراة، ألحقه الكويت هزيمة ساحقة وقاسية، فريق النادي العربي واكتسح بأربع أهداف نظيفة وأخرجه من بطولة الكأس. انزين أهداف المباراة، أحرز صلاح الحساوي الهدف الأول في الدقيقة 30 من الشوط الأول من كرة مرفوعة من الجناح الأيسر، سددها برأسه فارتطمت الغائم الأيسر لترتد ثم يتابعها الحساوي يسكنها داخل مرمى، ومن ركلة ركنية رفع الشريدة خالد الشريدة الكرة ليقفز محمد إبراهيم عاليا ويسددها براسة قوية على يمين الحارس مسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول. كذلك سجل خالد الشريدة هدف جميل مجهود فردي عندما خطف الكرة تخطى الدفاع وسدد كرة قوية طبعا على ارتفاع يعني كانت على من بعد يعني 35 ياردة صحيح لتسكن الزاوية اليسرى مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 15 من الشوط الثاني. هذه الكرة اللي قال لسعة نحلة ولا غيرها؟ لا 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 مو هذا غيرها لأن يعني أطلق عليها الحربان صحيح في كرة هم من بعيد اي على التضامن موسم 87 نهائي كأس نعم. أما الهدف الرابع فهو أيضا مجهود فردي لعبد العزيز العنبري عندما سدد الكرة جرب الكرة من وسط الملعب تخطى الدفاع سدد من داخل منطقة الجزاء كرة قوية وارتدت من قائم فيعني لقيت جمال دياب المتابع الكرة فدخلها في المرمى مسجلا هدف الرابع. شوف الخبر الثاني ابو غازي 37 نعم اللي هو خبر غاتسي والتضامن نعم الخبر الثاني طبعا قدم الاصفر عرضا بدون نهايه وعكس التضامن النتيجه بالهجمات المرتده. طبعا هني انا بتكلم بس نبي الاهداف نعم عشان نعم الوقت ان شاء الله بس طبعا هني انه يمدحون فتحي كميل يعني اللي مرر كرات قاتله ساهمت في تسجيل الاهداف. الهدف الاول طبعا القادسية محمد الداير في الدقيقة 12 من الشوط الأول، تعادل تضامن من ركلة جزاء بالدقيقة 2 تصددها فتحي كمير وسددها أرضية قوية على شمال جاسم يسار جاسم بهمن. طبعا هدف الفوز الثاني التضامن، هجمة القادسية تنقطع لتصل إلى فتحي كمير اللي مررها بذكاء لعدنان أحمد قبل خط الوسط انطلق بها وراوق جاسم بهمن اللي خرج لملاقاته وضعها بسهولة بالمرمى دقيقة 15 من الشوط الثاني. هذه طبعا يتكلم عن اول موسم نادي التضامن يصل لنهائي كاس الامير سنه 84 واستطاع نادي التضامن واستطاع نادي كاظم الظفر بهذا اللقب والفوز وسد تسجيل ثاني لقب يدخل خزائن نادي كاظم. الحين وصلنا اعزائي المشاهدين لفقره التجوري. نعم عندنا طال عمرك هذه الصوره، هذه الدوري العام 80 1980 1981 التضامن والعربي في دوري 1981 موسم 80 81. طبعا هذا عبد الله بلوشي اللاعبين هذه الصوره باين فيها الكابتن سامي الحشاش والكابتن عبد الله بلوشي، هذه اعتقد تعود لموسم 79 80 مو 80 81 لان التيشيرت هذا هو تيشيرت النادي العربي سنه 79 80 والمباراه اعتقد في اول بطوله لدوري الدمج اقيم في تلك الفتره. هذا توثيق طبعا ابو فهد توثيق الصحفيين لان استخدمت لاحد لكن الجراج. انا اعرف التيشيرت كان نعم. مختلف ممكن يفرق سنه مو مشكله نعم. اعزائي المشاهدين مع الصوره الجميله للكابتن سامي الحشاش وعبد الله بلوشي نصل لنهايه حلقتنا لهذه الليله، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد العبد الجليل الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه وفي امان الله.